المصريين اللي سافروا علشان يشتغلوا في الخارج زي ما هو معروف للجميع سافروا عشان يلاقوا فرصة عمل أو حياة أفضل أو حاجة توفر لهم الضيق اللي هم عايشين فيه جوه بلدهم. فرصة لو كان لقاها المصري في بلده أكيد ما كانش سافر أصلاً. على الرغم من إن في ناس كتير جداً منهم بتدفع فلوس كتير عشان تلاقي فرصة كويسة بره، لكن بمجرد ما الحال بيستقر فرصهم في الحصول على دخل أكبر من متوسط الدخل في مصر بتبقى فعلاً عالية، وده طبعاً بينعكس على إنهم بيبدأوا يبعتوا فلوس بشكل دوري لأهاليهم في مصر عشان يساعدوهم أو يدخروا فلوس ويستخدموها في شراء عقارات أو يبني حتة بيت أو حتة أرض أو يعمل أي حاجة لعياله. وطبعاً السفر للخارج خصوصاً للخليج كان مصدر يعني رقي اقتصادي للفقراء والطبقة الوسطى لفترة طويلة جداً، وما العراق وليبيا ببعيد. الدولة في الفترة الأخيرة بقت بتتعامل مع المصريين اللي في الخارج على أنهم يعني واحدة من أهم الحلول للمشاكل الاقتصادية في مصر، خاصة مشكلة الدولار. وعلى حسب الإحصائيات الرسمية في حوالي 14 مليون مصري عايشين بره، لكن في تقارير كتير بتقول إن الرقم الحقيقي يمكن يوصل ل 15 مليون مصري، لأن جزء كبير جدا من المصريين اللي بره ما بيقدروش يسجلوا نفسهم في السفارات عشان خايفين طبعا من الضرائب. كمان في ناس سافرت بطرق غير شرعية، وأكتر المصريين اللي بره عايشين في الدول العربية خاصة في منطقة الخليج. وعلى عكس الصورة اللي في ذهن الناس إن أكترهم بيشتغلوا في التعليم، في ناس تانية أكتر نصهم خلصوا التعليم الثانوي بس، إلا يعني كله اللي بيسافر بيسافر عشان يشتغل ويتعب لحد ما يجيب القرش. بس كل هم الدولة هو إزاي تشفط منهم الفلوس دي من غير بقى ما تقدم لهم أي خدمات ولا تراعيهم في أي حاجة، ولو حاولت تعمل ده بتعمله بفلوس كتير جدا، ولما يحصل لحد فيهم مشكلة الدولة مش موجودة وانت جاي من بره تجيب معاك دولار عشان البلد. المصريين اللي في الخارج ممكن نقول ان هم كنز حقيقي مخفي، لان حجم التحويلات اللي بيعملوها بتقارب من 30 ل 33 مليار دولار سنويا، وده اكبر من اجمالي ايرادات السياحة والاستثمار وقناة السويس مجتمعين. عشان كده البنك المركزي بيتركز ويركز على المصريين اللي في الخارج، عايز طبعا يزود التحويلات ويبعتها من خلال البنوك، وكمان يحافظ على أكبر جزء منها داخل القطاع المصرفي عشان يقدر يدافع عن الجنيه اللي الدولار ممرمط. وده اللي يفسر سبب طرح الشهادات الدولارية الأخيرة اللي ليها عائد عالي واللي بتستهدف الناس دي، لكن الشهادات الأخيرة ما قدرتش تجذب الفلوس المطلوبة من المصريين اللي بره بسبب المشاكل طبعا في سوق العملة وتوقعات بمزيد من الانخفاض للجنيه، وكمان السوق السوداء وفرق السعر الكبير ما بينها وما بين البنوك. ده حتى لما بيجي يحول الدولار من البنك لما يرجع محتاج الدولار ده البنك بيرفض يديله الدولار، بيديهوله جنيه. الخلاصة زي ما انت عايز تستفيد منهم كمان فيدهم، وما يبقاش الموضوع كلام وخلاص لمجرد بس انك تقلبه في فلوسه. المصري اللي بيشتغل بره بيفيد البلد اقتصاديا وبيحل ازمه كبيره جدا بالتحويلات، اللي اسمها كده عنوانها عريض، تحويلات المصريين من الخارج. حافظوا عليهم وقدموا لهم خدمات وبلاش تشتغلوهم.